هنا أيضا سؤال، تكرار الفاتحة أو التشهد بسبب الوسواس هل يوجب سجود السهو؟ لا يوجب سجود السهو، إنما الذي ينبغي هو التوقف عن التكرار، لأن التكرار لا حد له ولا نهاية، ولهذا بعض من بلي بالوسواس قد يبقى في عمل من الأعمال، سواء كان إزالة نجاسة أو كان طهارة أو كان صلاة تكبيرا أو قراءة، يبقى وقتا طويلا يجعل هذه العبادة عبئا وثقلا وهما على قلبه، لا يرتاح لا في استقبالها ولا في فعلها ولا بعد الانقضاء والفراغ منها، فلذلك ينبغي الإعراض عن هذا. وأما ما يتعلق بسجود السهو، لا سجود عليه، لا يسجد السجود السهو، إنما يمتنع عن التكرار، يكفي أن يقرأ مرة واحدة، هذا المشروع وهذا المطلوب. نعم، بارك الله فيكم.